وسعيدي اعلام الكترونيه ولا ورقيه 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 حتى الورق اه كاين واللوزيه ما كايناش كاين لا لا هذا مش السادسة إذن الدورة السادسة ديال موسم ديال اللوز لأكنون وبقبيلة كزنايا دائرة أكنون أصبح الآن حدث أولا اقتصادي حدث ثقافي حدث تنشيطي كتلقوا فيه أبناء المنطقة والزوار ديال المنطقة والحمد لله التنظيم ولا الحضور ولا كيتحسن سنة بعد أخرى اللي بغينا إن شاء الله نجعله منه مستقبلا ماشي يكون حدث وطني أكثر ولما لا حدث دولي باش نفتحه كذلك على البلدان الأخرى أولا وهذا الشيء كيجي أو أفاد فحد دينامية متعددة الجوانب وبالأبعاد كتعرفها بلادنا وكتعرفها المنطقة بصفة خاصة ناتجة عن العناية اللي كيعطيها صاحب الجلالة المناطق الشمال اللي رجعت يعني تعطى لها حقها في التنمية وماشي ربما ما تعطالهاش حقها كلها ولكن إن شاء الله غادي تكون الأمور في المستقبل أحسن فأحسن في إطار الجهوية المتقدمة وفي إطار كذلك إعطاء المبادرة أو الدفع بالمبادرات المحلية وبتقديم التحفيزات فلا الحكومة ولا طبعا اللي كتنفذ التعليمات ديال صاحب الجلالة على أتم استعداد باش تواكب هذه الدينامية باش الناس يتحملوا مسؤوليتهم محليا لأن ما يمكنش المشاكل كلها تحل انطلاقا من الرباط لذلك احنا يعول أولا على المنتخبين المحليين وهذا النشاط هذا كله راجع إلى التعبئة والخيارات ديال المنتخبين المحليين من السلطات المحلية وعلى رأسهم طبعا العمل التعبئة والالتزام ديال السيد عامل الإقليم لأن ضروري يكون الخيارات ديال السلطات المحلية ولكن في تناسق وفي يعني تناسق وفي انسجام مع مع المنتخبين المحليين ومع الجماعات الترابية إما جهوية أو محلية أو إقليمية فلا يمكن إلا أن نهنئ أنفسنا طب وأنا طب كذلك سعيد لأن ماشي فقط تعود في الحكومة وإنما ابن المنطقة سعيد باش نتواجد معكم مع إخواني أبناء المنطقة ديالي باش نشتغلوا يد في يد كل واحد يدير على شقد باش نرفعوا لأن من نحسنوا الأوضاع لأن الانتظارات قوية ديال الشباب انتظارات ديال الأطفال خصنا نحاولوا نجتهدوا ننميوا المنطقة إن شاء الله مع الآن التقدم ديال الطريق السريع اللي غادي تربط تازا مع الحسيمة غادي تفتح واحد الآفاق جديدة فيما يخص التأثير ديالها على مستوى السياحة وكنتمناو خاصنا مستمرين وخص الدولة كذلك تشتغل باش ننميو السياحة على الأقل السياحة الجبلية خصنا كذلك وهذا كان مشكل يؤرقنا وهو هاد المنتوجات يعني الفلاحية على رأسها إما اللوز أو الزيتون وغيرها من النباتات خاصها تكون يكون التسمية ديالها يكون التحويل يكون باش نكثروا أولا من القيمة المضافة باش نخلقوا الثروة محليا وكذلك باش نوفروا الشغل لواحد العدد ديال الشباب ديالنا والشباب والرجال والنساء اللي خصهم يشتغلوا الحمد لله وعجبت أولا المنطقة ديالي تغيرت بكثير أول حاجة السلام ربما الشيخ ديالنا في المنطقة تغيرت في السنوات الأخيرة في هذه العشر سنين الأخيرة وغادي تغير أكثر لأن كتعرفوا التغيير راه بحال السيارة ما يمكنش تقلع 120 في الساعة في دقائق كيخصك تمشي دابا وتمشي غير 10%. حنا دابا الآن وصلنا لواحد السرعة لا بأس بها السرعة متوسطة كيخصنا مازال نزيدو شوية نتكيو على المعجل على الاكسيلاتور باش نسرعوا شويه حاجه في الوتيره وهذا السرعه في الاسراف في الوتيره خاص يكون انخراط الجميع بدون حسابات دار هذا ولا ما دار هذا حنا مصيرنا مشترك مصير بلادنا مشترك وخصنا نخدموا بلادنا لان الا تقدمت بلادنا غادي نعيشوا كمغاربه وكمواطنين وكمواطنات نعيشوا في الكرامه ديالنا وفي العز ديالنا ونكونوا فخورين بالانتماء كما كنا غادي نبقاو ان شاء الله فخورين بالانتماء الى هذا الوطن بلادنا ما كانت بلادنا كتعزز على الصعيد الدولي
أصبحت المؤسح المغرب الآن يحسب له حساب، عنده تأثير، تأثير جهوي، تأثير دولي. عندنا كذلك خصوم، ولكن الخصوم ديالنا ما يمكننا نتغلبوا عليهم إلا إذا كنا بقينا موحدين، بقينا كنآمنوا بالقدرات ديالنا، وكنآمنوا بما بالطاقة ديالنا، والحمد لله الطاقة متوفرة، والخير للأمام، وشكرا جزيلا.